الفرق بيناتهم انه التحفيز هو وقته قصير، الانضباط وقته طويل. يعني بروح مرات بقعد بحط السماعات وبسمع فيديو تحفيزي بس. اهلا وسهلا فيكم، يوم جديد ويسعد صباحكم ويسعد مساكم وين ما كنتوا وعمالكم بتتابعوا. طيب بدي احكي اليوم عن موضوع الموتيفيشن اللي هو التحفيز، والفرق بين التحفيز والانضباط. يعني التحفيز لما انت تكون متحمس، انت تحمست بدي ابدا، بدي اروح على الجيم وبدي اتمرن وبدي اعمل وهذا ويلا وبدينا. هلا بعد فتره هذا التحفيز اللي صار عندك، الحماس اللي صار عندك حينزل طبيعيا، يعني بتحس حالك تعبان وجسمك مكسر ومش قادر تروح وكذا. فاللي بدي احكي لكم اياه هو الفرق امتى انا استعمل التحفيز وامتى انا استعمل اكون منضبط. الانضباط هو عبارة عن المرحلة كاملة اللي انت عمالك بتمر فيها. يعني الانضباط هو عبارة انك بنيت عادة جديدة. هلا انا حكيت بالفيديوهات اللي قبل كيف انت تبني هاي العادة الجديدة، كيف انك تبلش مثلا بيوم بالتمرين، يومين، شوي شوي تصير تتعود على المشاعر الحلوة، على المشاعر الايجابية اللي عمالها بتجيك من التمرين، الفرق اللي بيصير بجسمك، كيف بلشت تتشتشت، بلشت تطلع العضلات، هذا كله بيكون بمرحلة الانضباط. انت كل هاي الاشياء بتساعدك على الانضباط والاستمرارية انك تضلك مكمل. هلا التحفيز اذا انت تحمست كتير ورحت بيطلع زي هيك بعد فترة، وفترة بالعادة قصيرة بنزل. فالفرق بيناتهم انه التحفيز هو وقته قصير، الانضباط وقته طويل. يعني اذا انا بدي اشي سبايك يعطيني هيك سريع، يطلع مرة واحدة يحفزني، إذا أنا حاسس حالي شوية لو حاسس شوية خمول مش عارف بدي أتمرن ولا لا. هلا بتصير معي هاي أنا شخصيا كتير بالجيم لما أكون تعبان، يعني متمرن إلي 3-4 أيام، عندي كلاينتس، ببلش أنا كل يوم الساعة 5:30 الصبح، فأنا عمالي ببلش من 5:30 الصبح شغل 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 كلاينتس ورا بعض. وطبعا شغل الكوتشنج إنك أنت بتحكي مع ناس وأنت يعني طول النهار عمالك بتحمل أوزان وبتشيل وبتعلم وبتورجي، فمتعب. ما حلو حلو كتير، بس إنه في فيزيكال تعب وأنت طول الوقت واقف على رجليك على قليل لأقعد. بتيجي مرحلة مثلا صارت الساعة 11-12 جاي وقت تمريني، فأنا بدي أتمرن اللي هو وقت الظهر. هلا إذا مش عم أتمرن أنا الصبح مخلص، عشان هيك حكيت لكم أنا بحب أتمرن الصبح عشان ما أوصل هاي المرحلة، لأنه الصبح بكون لساتني نشيط، لساتني في عز النشاط، بتمرن بخلص التمرين وبضلني داخل على الشغل، وقتيها عادي كاسة قهوة بتمشي الأمور. فالروتين اللي أنا شخصيا اشتغلت عليه بحالي لحالي، بروح مرات بقعد بحط السماعات وبسمع فيديو تحفيزي. بس هذا الفيديو التحفيزي بيكون امتى؟ يا وانا عمالي بسخن مثلا على التريدميل او على الستير ماستر، عمالي عم بحمي بسمع هذا الفيديو، او قبل ما حتى ادخل على التمرين كامل انا باخذ بري ورك اوت مثلا، بحب اشرب البري ورك اوت، وانا عمالي بشرب البري ورك اوت وانا قاعد بحط هالسماعات بشوف لي فيديو تحفيزي. وبالعاده بحاول يكون الفيديو كمان ريليتد او يعني بخص التمرين اللي انا بدي اتمرنه. يعني اليوم بدي اتمرن تمرين رجلين، تمرين رجلين بده فوكس كتير عالي وبده تركيز كتير كتير عالي وانا بحبه. لما بدك تمرن تمرين رجلين وبده يكون قوي قوي، بحب اسمع فيديو تحفيزي بهذيك اللحظه. فبهاي الفتره بشوف مثلا اولد سكول بودي بيلدرز عمالهم بيرفعوا بشيلوا اوزان البامب الشكل كذا. هاي حتى مرات اذا عندي اليوم بدي اتمرن فيه فانكشنال او كاليستنكس، بحب احضر لي فيديو عن تبعون الكاليستنكس، هم بيطلعوا فوق البارات وبتشقلبوا وبيطيروا وبعملوا هاند ستاند وكذا هاي الاشياء. فهذا بعطيني هيك، يعني بتحس حالك متحمس شوي، بتدخل على التمرين في عندك انرجي، في عندك طاقه، بتتمرن بتخلص اللي عليك وبتروح. فهون الشورت تيرم هذا الصغير بتحضر فيه. بس اذا انت حضرت الفيديو مثلا قبل بيوم بالليل وقلت يلا وبكره بدي اروح وخلص هعملها، بتصحى ثاني يوم الصبح هذا التحفيز كله راح، بتلاقي حالك طلعت اي سبب او اي عذر. اذا انت لساتك ما عندك الانضباط، بتلاقي حالك طلعت اي سبب او اي عذر وما رحت على الجيم، او رحت لك يومين ثلاثه وبعدين وقفت. فهون انت بامكانك تفرق، تعرف انه لما انا بدي اتحفز او انه انا عمالي بعمل اي شيء له علاقه بالتحفيز، حتى لو انت ماخذ دوره
حتى لو انت رايح سامع لموتيفيشنال سبيكر بغض النظر، هاي بالعاده بتكون شورت تيرم. فدائما خلي فرق انه يكون عندك الانضباط هو اللونج تيرم، انت فاهم وين عمالك بتروح، فاهم الانضباط شو العوامل تبعته وشو اللي بيشتغل عليه، وفاهم انه التحفيز هو وقته قصير وانا بحتاجه لما بدي هيك ولعة سريعة اعطيها. ما راح اطول في هذا الفيديو، فيديو قصير، بس حبيت احكي لكم على الفرق بين التنين. اشوفكم في الفيديو الجاي.